هذا خصني انا ملي ندير هذا جبتوا لنا تاب وحنا حنا العظم هذا ديالنا ولد عم انت جلع عندنا تشوفوا شوفوا تبارك الله على صحه الشهوه من الفلاحه ديالو. السلام عليكم، كيداير بخير؟ لاباس عليكم المشاهدين، لاباس عليكم هانيين، كلشي بخير. تحيه للجاليه المغربيه وتحيه للجمهور كامل اللي كيشاهد وصال وعلي. معكم راضيه تاعي ويا جات عاوني. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كيف انتم؟ لاباس؟ نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وصحه جيده. مرحبا بكم ونكملوا معنا النهار. تبارك الله، التومه ديال البلاد ما شاء الله. تبارك الله، شوفوا على التومه، تبارك الله، شوفوا الخير، شوفوا التومه، شوفوا حبه واحده قد شوف. اللهم صل على النبي. سقيها انا، بغى التومه يجي عند سماح. الله يرضى عليك يا عمو على السلامه. جيتي من المدرسه؟ ها ولد اختي، انا حماق نصح. ما شاء الله، هذه عاكيلو، عاكيلو عيب بالكيلو. كرطونه كامله فيها كيلو. قول الفرمه تبارك الله، ضربتها كامله صح. تبارك الله، ماشي السحتر كما حنا كنمشيو نجيبو السحتر بالعواد وحايل. هذا عاد الحرم ديالك. اجي خلي النمره ديالك للناس، ما ربا الناس يبغيو السحتر يجمعوا السحتر يتصلوا بي. خليو لهم النمره، يلا قول لهم النمره، انا نبقى على الشاشه. 06 68 47 11 20. صافي، يعني النمره ديالي ها النمره ديال ولد عمت، فيها الواتساب خدام، فيها الواتساب باش اللي يحتاج السحتر ولا التومه. هاي هانتي البيت، تبارك الله. صافي الله يتوحشنا. صافي ما ينور بالله. انا بقول لعمر مصير ترى زيد، مرحبا بك. يلا زيد نورتنا، والله الا نورتنا زيد، والله الا نورتنا زيد. مرحبا بك وعلى مرحبا. السلام عليكم. والله بسم الله، بسم الله والصلاه على النبي. زيد ديال نسيبة نورتونا النهار، والله إلا مرحبا بكم وألف مرحبا، والله إلا توحشناكم. مرحبا زيد إبراهيم، مرحبا زيد نسيب، مرحبا. حياتي لكم. البارح حنا لقيناكم مفاجأة مجد. البارح؟ البارح. البارح عيطت لي مسكينة، ما كنت فيش. قلت لها حنا ماجي. قلت لها لا، قلت لها عاد غادي، قلت لها ما تغفيو، قلت لها كاين الشغل والروينة عندي، قلت لها. يا. قلت لها خليني حتى نحضر. قلت لها الروينة من هذاك. ديالك بالنية والجمالية، قلت انا قرحت ولكن بعدين انا 20 يوم وانا على المنجي ضعفت. عشرين يوم دير حصة، تبارك الله. اه 20 يوم
الصباح وفي العشيه. تبارك الله. الله الله يخلي الصحه للسيد. تبارك الله والحمد لله ملي كملتي لان الحراره دامت تبارك الله. الله يرضى عليك. زيد وين جات مش صايب عاد. زيد بعدك شي صايب. بسم الله. بسم الله. بس الحمد لله الخير موجود الان وقبح موجود. اطلب المشاهدين معكم من سيبا هاي تقدر معه من سيبا راه شوف. السلام عليكم المشاهدين ديالنا كيف انتم لاباس عليكم صحه لاباس. احنا توحشنا الصوت ديالكم توحشناكم كنا مملين في الصيف عسل الحمد لله. كنسلم عليكم بزاف وكنبغيكم بزاف. هانسيبه مسكينه كتامر كما سمعتوا الحصاد لان دابا راه الزرعه راه واجد كلشي كيحصاد ونسيب عاه هو وثاني عاود مرحبا بك نسيب مرحبا عاود شحال هذه ما شفناه توحشنا نسيب ما عاد نسيب ما عادش مع الكاميرا كيمشي للهضره ملي كنوصل الكاميرا كيمشي له كلشي انا ما مشاش انا قلت احنا كنقولوا يا بالله معكم عبد ابراهيم هو معكم محمد النسيم هو ثاني محمد مرحبا بهم ونهار كبير هذا ان شاء الله نقول سمعوهم دابا نتعودوا معاهم شويه على ثاني دابا نزلوا وش صلى الله وحشنا وتبارك الله هذه العافيه هذا الشحن في الدنيا الله يلا فما بالك في العافيه الجنه اللهم اشهد ان لا اله الا الله صاحبي صافي قلبتيهم كاملين بعد حنقني من شو هالفلفل والدرهم تقطع على في محل بدا زايد شنو هذا درسو ماشي ديالنا الجيران كانوا يدرسو قطعناها تقطعها هي وديك المطيشه والعطريه كامل ولكن نسحب باش تخليوها مشويه صافي لا هي مشويه لا مشويه تعمل لا عيب زدتو معها المطيشه مطيشه تقليوها شويه لا وتقطعها باش تجي زيت هذاك شويه ذات وجيت الشلاطه ثاني عاود لا تاكل ما عجبكش يا دوق هذه هالبرنجانه بلا فلفله ودوق جيب سيب لك يا واحد والله لذيذه فيها المذاق بالشوي كيجي المذاق بالشوي فيها هذه الشلوطه ديالنا ماشي والله الا قلت له ماشي سامع هذا الشيء غضي حداش ما غضي زعما نبقى واقفه بزاف ولكن صراحه بهذا هالفيديو هذا علي هو اللي طيب غدا يعني ما ضربت تماره لا لا انا ما ضربت الحور انا شويه وصافي رمتي انا اللي ضربتي تامر انا شويه انا عاوتاني فاطمه مرحبا السلام عليكم مشاهدينا كيف بالو علي كيف انتم لاباس عليكم بخير صحه لاباس كيف انتم مع الصحه منهم الله تكونوا لاباس عليكم وشكرا لكم بزاف كيفاش بنشكر بزاف هيك تساوي عليا ايمن شكرا لكم بزاف وشكرا لكم بزاف كيفاش ملي شفتوا وصال المريضه ديما كنعيطوا لمحمد ديما سقسوني شكرا شكرا جزيل الشكر الله يرحم والديكم تحيه الجزائريين دائما يسقسوني الطريقه اللي طيبنا فيها الله يعطيكم الصحه الله يكبر بيكم واحد الطريقه جديده اليوم دابا جينا معها نيشان ايوه قبلوا علينا هذه العائله ماشي بنت صافي هذيك واجده قبلوا عليكم نعملوا شويه شويه الحمد لله اللي رجعت لاباس او صافي هذا نحطوها نقول لي هذا كامل هيدا لا ما لا ما بقي اختي عليه لا ما نزور بوحده يا خصنا في عند فطور نتغداو في البيت ولا في الصالون هذا الصالون في الملقي هذه نزيدها في شي طبيس الكبيره نزيدها في شي طبيس زيدها 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 هذه حط بصل حط بصل شوف بلاتي لو كنا نقاو في كباصه هكا ضيفه في هادو الراقد والله الا جبتني هنا حسن باش من الماء كله لا راح مشوى ولا عندها كلشي ممسوح الدار لا خصنا نعاود كلشي راه راضيه هاك انت يا شباب كلشي فيها يلا اجي دابا هاك بلاتي ملي تهزو هزو واحد مورا واحد ويصل باش التصوير يجي مزيان ظاهر نزلت تما بلاتي بلاتي نعاود لك الطابله نزل يلا هو مبروك بالقاعه
معانا. الله يبارك فيك يا حبيبي ويحمل بالخير. امين يا ربي فاطمه الصحه والوالدين الصحه والهنا ان شاء الله. امين وخذوا ديالي شكرا بزاف والدي. شكرا بحال كيف كيف ربي يخليك عافاك يا فاطمه اختي قلبك كبير. لا قبل لا تجي للطربوش طربوش لا ما لا 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 نجيبو الكراسي ديالو ونجلس نشوفو دابا عرفتو دابا دقوا لنا الدجاج وردوا علينا الخبر والله العظيم الفيديو ديال هذا الدجاج هذا صوبنا بواحد الطريقه اول واحد اللي صوم واحد سيد من اذربيجان من تركيا لا لا ماشي خلي لا تركيا مورا اذربيجان هو الاول وضرب له 21 مليون في مده شهر شكون بيدق هاد الطريقه وعاد تفوت عندك ماما جا عندك جا عندك دق من الدجاج من دق من الدجاج نسيب خايله دق من الدجاج عطيونا لهاد تشوفوا واش جو عندنا شي واش طايب مزيان الحقيقه شوفوا واش طايب مزيان واش جو لداد ولا لا عاد تشوفوا الفيديو ديالو غتجيكم واحد الطريقه غريبه على عجبكم طابو في العواد موقفين كاين كاين اه كاين واعرف لا واعر وين البنه انت في الطرف كبير وانت توقف نعمت الله ينور زوين واعر صح المعنى دابا صراحه ما عرفناش ولكن المشكله دابا ديرا كنقولوا في حدانا فهمت مالا شويه صراحه ما نقدرش نجرب نطلبوا بكري ثاني مع 12 باقي خصنا يلا زيدوا زيدوا هاد ما عيطوا على هاد ما وي الغريبه والغريبه على حصله حصلها الحصله ها انتوا انتوما شوفوا ها وانا ما نهدرش على صوتكم ساليتي شي كي سي علاش عملت واحدة فيها هنا هذه ديال الشوكولات فيها بابا الحبيب بابا الحبيب هذه يما الحبيبة اللي عند والديه الله يخليها من يا ربي الحبيب امين تانت الله يخلي لك والديك وصال الله يسمح لنا من الوالدين اللهم امين يا ربي وانتم اخوتي الله يخليكم والديكم فوق راسكم واي واحد يتهلا في والديه راه والديه ما تتعوضوش هما احسن حاجة ايوا دابا ان شاء الله يا ربي باش من بعد ما تغدينا ارتحنا شويه صراحه اللي نعس نعاس اللي جمع جمع كل واحد اشنو عدل دابا نعدلو ميريندا ونحطو صراحه ما عملتش شي ميريندا يعني نتوما عارفيني غير شويه ديال المالح كويزيرة تاعي وصافي دي واحد الهديه بسيطه يعني الحق ديال ماما وديال بابا يعني الحق ديال الوالدين ديالي من هي بسيطه نفرحهم بهاد الطرطات وصافي مزيان انت عملتي لهم بحال شي تكريم دابا نمشيو نحطو باش ان شاء الله يا ربي باش يمشيو حيتاش ماما مسكينه عندها سيبا يعني عند الحواله خي عنده الشغل ديالو والعشيه هي هذه دابا عندك الدواء دي هذه باقي حربه باش فيها بابا بابا نسيب بنتك تهلاتك هذه عامله تشوف شنو مكتوب فيها كتبت فيها هذه عامله تخصيصا على حسابك فيها بابا الحبيب وهذه مكتوب فيها اما الحبيبه روح الحاجة اللي بسيطة بحقكم لأننا فرحانين بكم جيتوا عنا يا ماما أنا عملت يما الحبيبة وانا عملت بابا الحبيب واخا انا ما كنقولش بابا واخا انا كنقول بابا دابا كنشوف كيدخل يا وصال علاش كتشوف اغلبيه المنطقه ديال الشمال ديال الجبله كيقولوا بابا وكيقولوا يما دابا انا يعني من خلاص ولات على ماما وبا هيداك مشات عليها دابا واخا تيقول بابا ويما كديري ثقيله وصل من اللي المهم اللي عرفتها انا وياك كتقول ماما وبا غير انا تربيت كنقول يما بابا ويصل هي الوحيده اخوتي فينا كامل انا عرفت لينا هي الصغيره داكشي علاش هي كتقول ماما وبا هما يقولوا
نقول يما وبابا انا هنا نقول ماما وبابا صافي واش تشربوا اتاي احنا عندنا عندك ماما باش تعرف راسكم بلي عزازين وغاليين عليها وعلينا كاملين حتى با مسكين صراحه بقدر نقول فرحانين والله يخلي لها خدي والديه امين يا رب يخلي لنا فوق راسنا اجي اجي نحلى بها على واحد هاي هشي بالطرف كملي يا اختي يا بالطرف ها الوليدة البنتي باية هاي بنيا هاي بنيا مسكينة ومسكينة بالصحة اي والله خليكم ديما الله لا تهتها وما يقولوها مسكينة بالصحة شوف الإنسان الإنسان اللي كينوي الخير وكيكون مزيان ربي كيلقيه مع الناس ذو خير على الناس المزيانين الحمد لله الحمد لله إلى ربي ما يحشمناش احنا مزيانين وربي لقنا معكم الناس مزيانين الله يعمر أصلها والحمد لله خليكم على نيتكم ترزاقوا ما كاينينش هنايا وكنتحكموا نعسوا ولا مشى باخا لي هذه محمد وسماعين هبطوا قبايل ينعسوا راهم تحت محمد في الضبيه راك العالي هذه ديال الشوكولاط وهالي كبار ما يمكنش الكرام يلا جي واجي وقت اجي ازيو كاملي ناش فاطمه فايني هاي تمك واحد ما فيش النعناع وحنا ما عجبني هذه كل نمسك اقول والفاطمه ما افتح ليش قرميلو هاي شوف راه عيل ظهيره ما كان سعاد يا ديال الدار ليش هالظاهر الشهر ديالي ويا هي هالظاهر اوي صاف قطع ديك الطاقه واه يلا بسم الله على بركه الله امين ساخو مساكين ساخو قوية الحرارة وحتى الثلاجة الفريقو عندي عمر الثلاجة ما تجي ما كدير شي مزيان لان عندنا الضوء ضعيف بزاف اجي اختي اجي واجي اجي انتو اسماء سعيدة اجي واجي اجي ما عبانوش عاجي اجي واجي صح ما قلت عاد فين واش مدالو لي صافي عاد واش عيطنا لها بلا قصد ناخذ مسلوس يما كناكل السكر بزاف يما سمع كان مثلا لا جا محمد خاي لا صافي شفتي لها حكره سمعتي هاني وجده هاني بغى السكر وجده انا من معاك ها ما ها استفيكو كنت هزل عين صغيرة في الميكة كنت ربي غيرها قل صباح في الحصان تمام الكحلة في الأيام يوز عليها مسكينة هالسيمانة هذا فرصك من يدخل عاو ما يدخل خير عاو ريحو أبا جابي نص نص باش يدخل مينا منينا الله لك نسيب الله لك نسيب الوعد ونص نص هنا جا فيه واعر القلب يا أختي وش اللي هو أصلا ما بيده قلب ملك انتينا خلي هذا دياله تعال دياله اختهدوا مع المشاهدين تبقى ما هضرش معاهم وقول لهم وقول لهم عاود لهم على التمارين اللي داروا في السيمانه وهم قرابين يوصلونا للمليون من القوارب علاه صافي مزيان كيف انتم المشاهدين ديالنا لاباس عليكم بخير مزيان نتمنى الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ايوا انا اصبح مشي لحصات وطلعنا للدرك لينا شي حاجه وجينا قايلنا معاها كنبغيكم بزاف كنحماقوا عليكم ما نساوش اللايكات وابوني وبارطاجيو باش نبلغوا المليون ان شاء الله شي حاجه كواه ان شاء الله يرضى شكرا لكم بزاف هي الصراحه والله ما كرهت نبلغوها قبل ما يجي جيران خايب باش واخا لقينا فاش تركوها مكمول ضروري نقولوا ما نتلقاوها في الطرطاليه دابا جيران غادي يعيد معكم ما كنسيب انا شاري